ارتجال السيسي جهات خارجية بعرقلة مسار السلام في دارفور بتحريض بعض الحركات المسلحة بعدم الانضمام لاتفاق الدوحة. وقال دكتور سيسي خلال حديثه لبرنامج في الواجهة التلفزيوني، قال إن السلطة الإقليمية بذلت جهودا مقدرة مع الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات لوضع حد للصراعات القبلية في دارفور وتعزيز السلام الاجتماعي، مشيرا إلى أهمية بسط هيبة الدولة عبر دعم القوات النظامية. وحول تحضيرات الملتقى الاقتصادي الثاني، أكد الدكتور تيجاني سيسي أن المشاركة في الملتقى ستشهد حضورا فاعلا لخبراء الاقتصاد والقوى السياسية لمناقشة علل الاقتصاد وإيجاد الحلول اللازمة للمشاكل الاقتصادية وتقديم مقترحات الحلول بشأنها، وذلك عبر سياسات واضحة المعالم. بحث جهاز الأمن والمخابرات الوطنية الفريق أول مهندس محمد عطا المولى مع وفد حركة العدل والمساواة الموقعة على اتفاقية الدوحة برئاسة عبد الكريم دبجو، بحث ترتيبات إنفاذ الاتفاقية وتطبيقها على أرض الواقع. وتناول اللقاء مسيرة سلام دارفور وتكاتف الجميع لتحقيق التنمية والاستقرار في الإقليم. وقال الأمين السياسي للحركة بحر الدين بشر أحمد إنهم يتطلعون للقيام بدور إيجابي يعزز مسيرة السلام في إقليم دارفور، مناشدا الحركات الأخرى بضرورة الانحياز لمسيرة السلام. بداية ضربة البداية لتنفيذ الاتفاقية، ووضع الاتفاقية في حيز التنفيذ من الآن فصاعدا. حقيقة نحن بنلعب دور أساسي في تغيير الوضع الراهن في دارفور، من حيث الناحية الأمنية، من حيث الناحية السياسية، من حيث ناحية العودة الطبيعية للاجئين، من حيث استقرارهم، من حيث البنية التحتية، من حيث التنمية البشرية. فنحن بنعتقد انه يعني بوجودنا هنا بالفهم اللي نحن عندنا نقدر نقنع كثير، لو ما اقنعنا حتى القادة يعني، لانه تعنتهم كبير في السلام، لكن بنقدر نقنع الارضية يعني القادة في اقناعهم للجوء الى السلام. يعني حتى القادة اللي ما جوا انا بنعتقد انه كثير من الناس الحاملين سلاح هسه موجودين يقدروا يجوا للسلام. بحث وزير الارشاد والاوقاف الفاتح تجسير مع نظيره الجيبوتي ادم حسن ادم بالخرطوم كيفيه دعم وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف في جيبوتي وتطوير ادائها من خلال الاستفاده من الخبرات التراكميه لوزاره الارشاد والاوقاف في مجالات الاوقاف والحج والعمره. واكد الجانبان استعدادهما للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب عبر الدورات التدريبيه والمنح للطلاب وموظفي الاوقاف في جيبوتي. ظل السودان قبلة للدول الأفريقية ودول الجوار في نقل التجارب والخبرات في مجال الحكم والإدارة والخدمة المدنية، حيث حرصت جيبوتي على الاستفادة من السودان في عدد من المجالات. ليسجل وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف الجيبوتي آدم حسن آدم زيارة للبلاد من أجل الاستفادة من خبرات السودان في مجال الأوقاف والحج والزكاة. طبعا هنا في هذه الزيارة هو تعاون بين الوزارتين القائمتين في الشؤون الإسلامية وكذلك مثل الأوقاف والزكاة والدعوة إلى الله والذكر والذاكرين. طبعا هذه العلاقة كانت موجودة، لكن الآن نود أن نطورها وندفعها إلى الأمام كثيرا. ونحن اليوم مع الوزير تجسير تحدثنا في هذه المجالات، ووعدنا الوزير إن شاء الله أنه سيقوم إن شاء الله بتدريب كادر الوزارة هناك في جيبوتي وسيساعدنا بخبرتهم بإذن الله الكريم. وزارة الإرشاد والأوقاف أبدت استعدادها لتسخير كل إمكانياتها خدمة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في جيبوتي من خلال التدريب والمنح للموظفين والطلاب من أجل نقل التجربة الثرة لوزارة الإرشاد والأوقاف في السودان، وسعي لتطوير هذا التعاون لمذكرة تفاهم بين السودان وجيبوتي خدمة للدين والدعوة في البلدين. إن شاء الله على تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في السابق، وإن شاء الله سنركز على مجال التدريب. ووعدنا الإخوة في وزارة الشؤون الإسلامية بجيبوتي بأن نمدهم بالمدربين حتى يتمكنوا من تدريب الأئمة والدعاة في جمهورية جيبوتي.
اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف الجيبوتي ووزير الإرشاد والأوقاف ومدراء الإدارات والمجالس التابعة للوزارة استمع فيه الطرفان إلى مستوى الأداء في الوزارتين ومدى الحاجة في جيبوتي إلى تطوير الأداء في الأوقاف والحج والزكاة مستصحبين في ذلك الإرث التاريخي والديني للبلدين. افتتح والي الخرطوم دكتور عبد الرحمن الخضر بالكلاكلا بالخرطوم مستشفى الاطفال والنساء والتوليد ضمن المستشفى التركي وثلاث مراكز صحيه، حيث اعلن تحويل المستشفيات الكبيره الى مستشفيات مختصه مرجعيه، واضاف انهم ماضون في انتهاج سياسه صحيه خدميه للرقع الجغرافيه الواسعه. من ناحيته اكد سفير تركيا بالخرطوم الذي شيدت بلاده المستشفى القديم بالكلاكلا ان انقرة مستعدة للتعاون مع الخرطوم في المجال الطبي ونقل أفضل التقنيات في حقول الطب والصحة. من ناحية أخرى أكد وزير المالية بولاية الخرطوم المهندس صديق محمد علي الشيخ الاهتمام بتطوير صناعة الخبز ورقابتها ووضع التشريعات الخاصة بذلك، ودعا لدى مخاطبته بالخرطوم ورشة تطوير صناعة الخبز لنشر ثقافة الخبز واستهلاكه، مشيرا إلى أنها صناعة أخلاقية ترتبط بصحة الإنسان، وأوصت الورشة بتدريب العاملين في صناعة الخبز وضبط المواصفات والسعي لتوطين زراعة القمح وإجراء البحوث عليه والاستفادة من الذرة في الإنتاج بل في إنتاج الخبز المخلوط. وكان والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر افتتح بالساحة الخضراء بالخرطوم معرض الخرطوم الأول لصناعة الخبز، حيث نبه إلى توافق كل الأطراف على ضوابط تحكم صناعة الخبز. أقامت منظمة غفران الطوعية للتنمية والسلام ورشة عمل حول مفهوم العدالة الانتقالية، تحدث فيها دكتور أبو القاسم جور، حيث قدم شرحا لمفهوم العدالة الانتقالية وأهمية التوعية به وسط المجتمعات السكانية. وأوضح رئيس منظمة غفران الطوعية محمد بابكر بريمة، أوضح أن المنظمة تسعى لتجذر ثقافة السلام وترسيخ مبادئ التسامح والعفو والصفح وسط المجتمعات السكانية. وقال إن العدالة الانتقالية تعني تجاوز مرارات الحروب والصراعات وتجاوز العدالة والتقاضي إلى التسامح والعفو وإرساء المناخ الذي يؤدي إلى عدم تجدد الصراعات والحروب.